صباح الخير البنات، يلا خارجين دابا نقول لكم في الغادي. سلام، يلا دير الصمطه وجلس. بسم الله. احمد كدير بخير؟ مساليك شي مزيان سي ارين. اليوم عشرة كاين الصهد بزاف، واش واحد الصبوره باش ما نقولش لكم. الشمس غادا كتزاد؟ غادا كتزاد. شفت دابا الجو كيداير؟ مرجان نجربو، نجربو مرجان الاولاني. ولكن شنو قلت؟ ها؟ نجربو نمشيو، نمشيو؟ ياك، حيت بعض المرات تيكون برومو دابا مع رمضان، مع رمضان تيديرو بروموسيون. تمشي فرنسا من الجنوب، ايطاليا، مالطا؟ مالطا مالطا. مالطا. هي بحال هكا تيصراسي بحالنا في المدينة القديمة، بحال هذيك الديور عندنا بحال المدينة القديمة. ريح في القهاوي. تبارك الله على سي احمد. حكرا ها؟ مبروك عواشر، الله يبارك فيك. المهم البنات دابا داخلين المرجان، كنا غنمشيو لواحد المول المحل، قبلنا خطو من الاولاني داك الشيء باش نتحركوا. كنت باغا نمشي عند واحد مول المحل ولكن قلنا نبداو بمرجان هو الاولاني باش يكون بروموسيون ديال العيد وهذا. ايوا نشوفوا على الله نلقاو شي حاجه زوينه. اش قلت لكم البنات راه كنوصل للمغرب باش نطلب المغرب اخشي علاج. كنحس براسي تلفش على القبله من قايبه ليا لا طبيب لا شي حاجه. ايوا هنا حبيباتي جينا المرجان. كما سمعتوا بابا قال لي ندخلوا المرجان نجيبوا طليله باش الواحد ياخذ فكره، ما يجيش يتلح على بلاصه وحده باش حتى منين كتلقاي الفرق تتحسي براسك انك ميبقاش فيك الحال منين انت تاخدي حاجه تبداي تقولي علاش ما خديتهاش منا كون صحابني كون مشيت هنا. بدينا بمرجان هو الاولاني بصراحه. هاد البوطه اونكاستري البنات بزاف واسيه. فين هي البوطه؟ واش نسيتيها؟ واش هادي باش نقول لكم واحد الحاجه البنات، فاش كتاخدي الرخامه ضروري خاصك الرخامه تاخديها كامله، يعني ما كيعزلوش لك ينقصوا لك الثمن ديال داك الحفره، لا لانهم هما باعوا لك رخامه كامله. فحنايا حطيناها ما بغيناش نقطعوها الرخامه حتى ناخذوا البوطه. البنات يقولوا لي اسيه فين هي بلاصه البوطه؟ دابا واخا نشرح لكم ما غتفهمونيش، خاصه تركب وتشوفوا تشوفوا، لانني غنديرها اون كاستري ماشي غندير بوطه اللي بوطه اللي غادي تحط بحال هكايا كامله من على الفران. الفران راه بلاصتو، راه قلت لكم ميكرو هوند بلاصتو، ماكاين صابون بلاصه الثلاجه، والبوطه كذلك راه بلاصه راه كاينه غي باقا ما مقطوعاش. داكشي علاش لا ما نسيلاش واش كاينه شي كاينه شي كوزينه بلا بوطه؟ لا اكيد خاص البوطه. صح شفنا بزاف الماركات بزاف الحوايج ولكن ما كاينش داك الباك ديال تلقاي الثلاجه، ما كاين الصابون هذا، يعني ما كاينين صراحه، وخصوصا رمضان يعني الواحد كيبغي اي واحد فينا تيبغي حاجه ياخذها يعني يكون بروموسيون. داكشي انا من نوع عزيز عليا لي بروموسيون هذا ضروري. وهنا جينا ضربنا طليله على داك السخانات ديال الماء باش ناخذوا شي سخانه. قال لي بابا خليك دابا مع داكشي ديال الكوزينه عا باش دوزي لهادي. الثلاجه راه كاينين بزاف الموديلات هنا. انا اش بالك ولا نزيدو نشوفو مازال؟ تحلي تشوف وحده اللي عندي كوندو ديال الفريكو باش تحلي هذاك. فريكو زعما بوحدو هذاك بوحدو، هذا فين بلاصه الفريكو؟ راه ما فيهاش الفريكو هادي ولكن تحلي تحلي على كل شيء. ها؟ شوف هذا الكري. وكما قلت لكم البنات راه الشركه ديال الرخام راه تيقطعوها لك، يعني ولكن كتخلصي عليها الثمن ديالها بوحدو، تيقول لك واش بغيتي تقطعي الرخامه؟ حنا الشركه قطعت لنا غير لافابو، اما البوطه خليتها حتى شريت البوطه عا باش قطعتها، لانه كاينين اختلافات بزاف في القياسات، فما بغيتش نقطع شي حاجه وتجيني كبيره حتى ناخذ البوطه. المهم هنا هاد الماكينات هنايا جبت لكم دوار حدا بلاصه الماكينات. ايوا لالا كنا هنا في مرجان كما قلت لكم عاد، باش من بعد قال لي اخويا احمد راه كاينه واحد البلاصه سميتها الكترو بلانيت، راه عندهم داك الشيء الزوين وفيه الكارونتي وكل شيء، يلا نجيبوا دويره. وهذا الشيء اللي درنا، كنا بغينا نمشيو للمحلات اللي تيكونوا حانوت واش تلقاي عنده داك الشيء ديال السلعه ديال هادشي الثلاجات وهذا تيكون اثمنه مناسبه الصراحه. ولكن مشينا بدينا بداك الكترو بلانيت هي الاولانيه، انتم غادي تشوفوا غنمشيو لها دابا. البنات تيسولوا فين هي لاهوت؟ فين البنات؟ راه المعلم ديال الالومنيوم فاش عطيناه البلان وجعبر كل شيء درنا لي بلاصتو، انتم غادي تشوفوا داك الشيء ايطاب بار ايطاب. المهم البنات جينا هنا المرجان اثمنه، اش غنقول لكم طالعين ولقيت كل حاجه بحال مثلا كنبغي الكري حاجه اخرى تنبغي في الكري ما تلقاش، كنلقى الكحل
كل حاجه سميتو البوطه ما كايناش ديال الدجاج ديال الضغط داك اللي كتكون اونكاستري باللاهوت في الشكل. المهم داكشي ما غيناش بليش غنمشيو لشي بلاصه لشي محل هنايا بابا راه كيعرف شي محل اش ملي غنمشي ناكل من عنده احسن. اما راه هنا كاينين شي لعيبات ديري لهم برومو يا زيد انا داك المراوس ها جينا يلا طلع جينا صاد بنت حركوا ان شاء الله الحي حسن ياك جينا البنات هنايا لهاد البلاصه هادي الكترو بلانيت ها كاسكيطا راه بلاصه تحبش انا قاعد الشمس بحال هكا عرفتي راه الشمو جات شيرا ندخلو ندخلو لهاد الكترو بلانيت قال لنا واحد السيد قال لك راه مزيانه في هذاك الشيء الثمن مناسب غنشوفو دابا الاشمنه كيديري صافي. هنا حبيباتي دخلنا الالكترو بلانيت لقينا دي باكين واحد الباك كان داير ب 11 درهم و 700 فيه فيه ماكين صابون فيه ثلاجه فيه تلفازه وفيه بوطه اونكاستري ولكن هذا الباك تاع روبيل هو داير 11000 درهم بحال هذا الباك اللي شوف فيه التلفازه فيه ماكينه وثلاجه هذاك سامسونج حدا 11000 درهم ولكن داك الباك ما بقاش من حسن لحسن الحظ انه طاحت في واحد الباك واحد اخر احسن ليا من هذا. علاش؟ لانه التلفازه زايده نغزه التلفازه سمارت هذاك الباك اللي خلصته انا داير 13000 درهم و700 يعني 13000 درهم و7000 درهم طلع احسن لانه هاد التلفازه ماشي سمارت ديال الباك ديال 11000 درهم. فديما كنتو غتشريو شي حاجه استغلوا الظرف اللي تيكون رمضان وهذا تيكون ولا العيد الكبير تيكونوا دي بروموسيون اللي واعرين الصراحه. باش نختاروا غير الموديلات حيت كاينين بزاف د اللعيبات شي ما كيشبهش بين بوش و ويربول و وبالنسبة للبنات الفران والميكرو هوند ولاهوت خديتهم سيباري بوحدهم شريت كل حاجة راسها. هادو خديت من عندهم الفران هاد الشركة هادي وخديت من عندهم لاهوت والميكرو هوند خديتهم بلاصة أخرى لانه الميكرو هوند ما كانش عندنا الفلوس ما بقيناش ما هزينش معنا فلوسه ملي بغينا نمشيو نجيبو لقيناه غالي بزاف حتى وصل 5000 درهم قال لي بابا ويلي بزاف 5000 درهم فلقينا واحد المانيا ماركه ديال المانيا في بلاصه اخرى. دابا اللي جيت فيها زوينه هو انه دابا رمضان تيكونوا دي باك بحال هادو اللي بغيت تاخدي داكشي بثمن زوين عشان من الدار ان شاء الله تنتانستال ونوريكم داكشي فحال خديت باش نتوما تاخذوا فكره خصوصا في هذا الشهر هذا ديال رمضان راه تيكون داكشي طوب تيكون دي بروموسيون. دابا كنسمع عطينا شنو بغينا تلدا ان شاء الله نوريكم شنو خديت فكم علينا داك ايطاب باريطا كل مره ناخذ حاجه ان شاء الله تنكملوا ليفت ليفت ذا ليفت ذا ليفت ذا ليفت ذا ليفت ذا ليفت هادي الشوله تساق العمره ما كانت لها زيدي صافي. هنا بابا كيقيد معاهم داكشي ديال كارونتي حيت كاينه كارونتي عامين وباش كتاسيي كاينه 10 ايام عندك سيمانه بحال مثلا شي حاجه ما كانتش خدامه ولا ما جاتش قد داكشي كترديها ليهم ولكن عامين كارونتي. دابا صافي تقضينا كاع داكشي اللي خاص لا كاع داكشي ديال الدار غير هو الليفريزون ما غتكونش اليوم غتكون حتى لغدا ان شاء الله. علاش؟ لانه الليفرور كاع خارجين قال لي راه ما كاينينش اليوم كلهم خارجين يعني حتى لغدا ان شاء الله قلنا ماشي مشكل. ومرجان البنات ما دايرينش داك لي بروموسيون ديال الباك وهذا. دابا نوريكم باك تغناخذ واحد الباك ولكن الصراحه طاروا به الناس مع نقص في الثمن وهذا التلفازه اللي غيرات البخي ولكن الصراحه ملي جيت نشوف احسن انني ما خديتش داك الباك لانه التلفازه ماشي سمارت تلفازه عاديه وبالخصوص الا كانت التلفازه في الصالون ضروري غتبغي التلفازه تكون سمارت. فهذا هو اللي كاين البنات تنوريكم ان شاء الله شنو خديت. وبابا مسكين راه ما مقصرش من جيتي احمد حتى هو مشى معنا للدار باش يشوف الدار كيفاش دايره. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كل شيء غنتقاسم معكم البنات كل شيء بالتفاصيل غير صبروا عليا مع خشكم يلا جاي بقى مقلوب عليا الراس بقى راكم عارفين السفر جهاد مقلوب عليا الراس وتعذبت في السفر ما نقولش لكم العذاب الالم. فلوس كاملين رجعنا لذاك البلاصه منين تقضينا منها هاد البلاصه هادي منين تقضينا منها قبيله هادي البلاصه منين تقضينا البنات قبيله الكترو بلانيت فيهم داكشي الصراحه فن اثمنه مناسبه. المهم نشان بارطاجي معكم لي بري وكلشي. تقضينا يا اختي الفواكه شوف دقوا عليه زعما راه لينا حقنا هتشوفوا وراكم خدينا الفواكه ودابا غنمشيو للدار ان شاء الله. شوفي اختي خدينا الرايب ناري الرايب انا راه تنموت عليه شوف
بقينا نلعب شي جينا مع قرب الفطور مرات بابا وجدات الفطور وهذا الحريرة الخنفر المهم القضية منوعة الكراتان وبزاف تلعيبات ايوا لالا نحط طبيله باش تجي تصلي وانا قلت نحط هذا الشيء باش ما نضيعوش الوقت وهذا هو اللي كاين البنات عشي رمضان سبحان الله في المغرب غير عرفتي كتجلسي ديك الجماعه فوق الطبله وهذا سبحان الله شتي غداك الجو تسمعي الاذان تبقاي تسني فيه زوين واحد الجو في المغرب وقال هذه ثاني من بعد الزواج هذه وقال ثاني مره غادي نعيد في المغرب ثاني مره فاش كان كوفيد وهاد المره هادي فاش جيت هنايا هي هادي رقم جوج ولكن صراحه واعر المغرب ورمضان نكذب عليكم ولكن دابا الظروف الانسان خدام والانسان هذا راه ما يمكنش وليداتك كيقراو صعيبه باش ديما تشدي بحال هكايا صارت ميرات شبكيه الحريره وكما قلت لكم كلشي ديال الدار الطوست هادشي كامل ديال الدار ما كاينش حاجه ديال الزنقه والعواصير واتاي ايوا لالا غنفطر باش نتحرك ان شاء الله وتشوفوني فين غنمشي يلا انا نعطيك زيد انا نعطيك حلي فمك ترى الحال الواحد ديالي هي الحريره هاجي زيدها يلا حلي فمك ايوا لا ما نعطيكش اختي هكا زيد ايوا لا لا هنا كنفطروا عرفتي هاد الايامات البنات والله الا جري وجاري جري وجاري جري وجاري ما كنوقفوش مع تقولوا لي علاش مشيتي ترتاحي كما قلت لكم البنات الاول بغيت نفضي عليا داكشي باش نلقى راسي مرتاحه من بعد كنوجد دابا كلشي باش في الاخر يبقاو لي غير قسطات خفافين اليوم نشرب اتاي مع المخنفر غندوق هاد المخنفر اليوم بسم الله كيشبه المغرب هذا المخنفر كيشبه المغرب غير هو مطبز ولكن صراحه بنين غادي نسنتج عليك الحنان ايوا حنا اللي درنا قلنا نديرو يدينا وخا صراحه ما كتخلينيش مسكينه ندير والو كتقولي جلسي ارتاحي مع راسك مع كنبقاو نهار كامل وحنا جري وجاري هي شويه صعيبه في رمضان ولكن البنات راكم فاهميني بغيت نكمل الدار باش نرتاح معايا كل مره تجي وتلقاي راسك في الروين وفي جري وجاري لا دابا قلت نجري شويه في هاد الايامات الباقي ديال الايامات اللي غيبقاو لي يلاه نرتب نقاد كوزينتي نحط المعنات ندير هادي واخيرا وصلنا حنا دابا جينا عند مولات المحل هو كاين محل هنايا الله نلقاو كاع داكشي اللي بغينا واخا كما قلت لكم راه بان لي عندها كلشي يلاه جيت انا وبابا والوليدات يلاه سيري عند بابا سيري عند جدو نتحركوا ان شاء الله باش نشوفوا ونتقاسم معكم شنو اللي عندها وشنو داكشي انا راه عرفتها غير من اليوتيوب على الله نلقاو عندها داكشي اللي بغينا والله على سميشه كي دايره ماشي لا بسم الله على الله نلقاو داكشي اللي بغينا باشي دابا غدا خرجنا يلا خرجنا مع السيده الصراحه عندها داكشي زوين صراحه كذب على الله حرام ولكن ما عندهاش داكشي واجد داكشي اللي زوين طارو بي قالت لي راه تباع كيدير داكشي سور كوموند وانا ما نقدرش داكشي البنات سور كوموند لو كنت عايشه هنا غنصبر عليه ولكن انا باغا نمشي لداري وباغا نقادها وباغا يعني جيت باش نفوج ونقاد داري باش منين المره الجايه نجي نلقى داري واجده لانه ما بغيتش نمشي يلا نلوح داكشي سور كوموندي داكشي ونبقى معطله نخلي البابا تماره بغيت نفك عليا داكشي يلا زيد يلا هو بابا جا عجينا البلاصه ديال داكشي ديال صافي اش قال عطاتني النمرة ديالو اها قال لي براه غادي نتصل يلا اتصل بك عيشة دابا ساعة ونص ساعة ونص اي لا مع الوحدة عيطتي ليه يعني باقا جوج ونص خصنا نكون جوج ان شاء الله على الشمس كي دايرة واه دردور علينا صافي المهم حبيباتي جينا هنا لهذا المحل هذا على الله نلقاو عنده سلام كان كيغني لي نهارين قلت لكم حبيباتي دابا غنمشيو ان شاء الله باش غنشوفوا هذا المحل هذا على الله نلقاو عنده داكشي واجد اليوم قال لي بابا ما غندخلك للدار تلقاي داكشي اللي بغيتي من تبني تقاست ايوا هذا هو اللي كاين البنات المهم غنشوفوا هذا المحل هذا على الله بان لي حتى هو عنده داكشي زوين غندخلوا نشوفوا
ولا بلي الا صافي لقيت داكشي اللي بغيت راه نبارطاجي معكم ان شاء الله. جلابه رحمه الله يسر رحمه بالله. لا ماي اسيو ها بداو الاولاد فيه راه كاينين جوج كتي بداو بداو الاولاني هانتوما شوفوا الجليلي باختي هانتوما كلشي سيغ كوموند يلا سيتينا وغني البابا جاوا يا سي عندها الشكاره وغني البابا عمر جاوا واي بدو دونس فور مي ارجع حلف امك حلف امك مكلل كضرب العشوب شو هذا كامل سنيل سنيل يو لايك ات شوف شو اللي يدين كي ولاو شوف ايو تعجبهم هذا الجو هذا ديال الطبيعه واو واو فهنا يا اختي الكلمه ما كايناش عشي طبنا بالشمس يلا وصلوا البنات نرعف شي يبونه الله بابا مشاو انا نقول ليه عيط ليك لهم ما جاو ما داير يلاه بلاو كيجيبوا السلعه غنشوفوا شو البنات يلاه وصلوا نعم اري تا ماشي لا كي بوكس هذا قال لك لا كي بوكس واحد اللعبه كيتفرج كي بوكس بد لا كي بوكس باقي ما شريناش الناموسيات باغا نمشي نشري اليوم النوامس نشوف يا اختي هذا باش حيدا اري تما حيدا اري هذا الفران ياك حيت حنا شرينا الميكرو شرينا من بلاصه اخرى هذا الفران هذه لا هوت لا جو ما كاين الصابون والتلفازه ومن هنا شرينا ما كاين الصابون والتلفازه وهنايا فران لا هوت والبوطه اونكاستري صافي بس هذا بس العود داك الشيء هذه الماكينه هنايا هاد التلفازه على هوت والبوطا وهذا ديك الفران الثلاجه ما جاتش خدي مكتبه الاستعمار مكتبه الاستعمار كي غنتبادل انا وياك غناخذ عنده الثلاجه هو عنده الكريم وغناخذ انا هاد الثلاجه هادي صافي باش يلا نقدر نكمل حاجه دابا ما جاتناش في العرض هانتوما شوف يلا عاري يلا سير مع بابا باش نمشيو العاد هنايا شوف البنات هذه تدرفنا البارح ما رديناش البنات عين ما تحطيش هذا السميتو ما جاش قد قلت ليه مكتوب عليك دابا راه مكتوبات ولكن القياس ديال الثلاجه راه اكزاكت على هذه اللي عندي هي اللي غادي نجيبها ان شاء الله وغنديها